أكيد كلنا في انتظار حلول، أو إيه الحلول؟ الحلول عندنا؟ أمسك أنا بقى المنتخب. وماله يا كابتن؟ أكيد هيجي في يوم من الأيام الفرصة. لا ربنا يخليه. لا هو الحلول يعني إذا فعلا خلاص الراجل مشي، يعني نمرة واحد، لازم تجيب حد على مستوى عالي جدا. مصري ولا أجنبي؟ مصري بقى، أجنبي. ما هو الـ 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 القصة بالنسبة لنا دلوقتي، إحنا عايزين حد. يعني أولا لازم نبص في الأجندة بتاعتنا، لازم نعرف إحنا هنلعب إمتى، يعني لازم نعرف الوقت اللي باقي قد إيه عشان نلعب أول حاجة رسمية. وعلى هذا الأساس تقدر تقرر. يعني لو أنت عندك ارتباطات قريبة، يبقى طبيعي إنك تفكر في حد مصري، لأن المدرب المصري هو زي ما إحنا بنقول هو اللي عارف اللعيبة، هو اللي شايف، هو اللي متابع، هو برضو اللي عنده الحته النفسيه في التعامل شويه مع اللعيبه. يعني المصري افضل من وجهه نظر حضرتك؟ لو بصيت لها على 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 مدار التاريخ وعلى مدار السبع بطولات اللي جابوهم تقريبا كلهم مدربين مصريين، استثني بس بطوله 86. مظبوط؟ طيب العلاج الفني ايه؟ العلاج الفني انا يعني من وجهه نظري لازم يبقى فيه اختيارات، يعني اختيارات مناسبة للمنتخب، لأن برضو في لعيبة في الأندية بتاعتها كويسة وفي الدوري كويس جدا، وفي المنتخب ما بتأديش بشكل كويس. فالحتة دي لازم تبقى موجودة في الاعتبار. دي حاجة. الحاجة التانية إن أنت يعني شوية بقى، يعني يبقى في، عايز أقول إيه أنا، بس عشان مش عايز أقول كلمة، يعني لازم يكون في عدل شوية في الاختيارات. يعني لازم الناس تاخد فرص، يعني 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 الناس الكويسة تتشاف كويس وتاخد فرص. اللي يثبت وجوده أهلا وسهلا، اللي ما يثبتش وجوده يبقى هو خد الفرصة وما حافظش عليها. إنما احنا شفنا في الاختيارات، وأنا يعني في كلامي معاك مش عايز أقول في ناس اتظلمت وفي ناس ما كانتش تستحق، لا، بس هو فنيا لا، كان في خطأ في الاختيارات. يعني أنا لما يبقى عندي ثلاث مراكز أو أربع مراكز ما فيش بدلة ليهم، ما ده خطأ في